السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم سعد عبد الله. مرحبا بكل من ضم لينا، مرحبا بأي وحدة جديدة معنا. كيف ما تشوفوا هنايا اليوم إن شاء الله غادي نطبقوا هذا الدريس، هذا الخفيف. لاحظوا الشكل ديالو كي تيجي. يعني راهو في الواقع تيبان حسن من الكاميرا، يعني تيبان اللي شافو يقول راندا. ها هو وتيجي متقون بزاف يعني وشد فراسو. غادي نذكر المسائل اللي غادي نحتاجو. دائما تنخدم كروشيه رقم 0.60 ملمتر، اي رقم 12. هنا عندي طريف ديال التوب فاش غادي نطبق. هنايا غادي نخدم بالحرير، يعني حرير الصبره. كيف ممكن اننا نخدمو بالحرير المبروم على 4 أو 5 شعرات او على 3 شعرات، يعني على حسب الاختيار ديالكم. وانا تنفضل على 4 ولا 5 لان الدريس ضروري خاص يكون يجي واقف شويه. انا هنا غادي نكمل معكم هذا التطبيق. كيف ما تلاحظوا عندي هنايا التوب محبوك، يعني سبقت الحبيك هو الاول. بالنسبه للمتتابعات الجداد غادي الحبيك راه غادي تلقاوه في فيديو خاص يعني في القناه. غتكتبوا غير طريقه الحبيك بالكروشي غادي يخرج لكم فيديو. لاحظوا اول شيء كما لاحظتوا غادي نعمل هذه الطريقه هذه، يعني غادي نعملها حتى في البدايه. واخا انا هنايا غادي نكمل العمل ولكن بحال راه غادي نبدا من جديد. غادي نعمل غرزة حشو في أول غرزة ديال الحبيك، من بعد غادي نعمل ثاني غرزة، لاحظتوا، من بعد غادي نرتفع بسلسلتين في هذا المكان هذا بالضبط. فين ارتفعت بسلسلتين أي فين خدمت غرزة حشو الأخيرة، غادي نخدم عمود، ثم غادي نخدم العمود الثاني بهذا الشكل هذا، والعمود الثالث. يعني عندي هنايا 3 الأعمدة، يعني الدريس اسهل ما يكون والشكل ديالو يعني تيجي رائع وراقي وخفيف. هنا من بعد ما خدمت 3 ديال الأعمدة غادي نرتفع غادي نرتفع ب4 سلسلات بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نرجع على العمود الاخير اللي خدمت وغادي نحبك عليه، يعني غادي نحبك بغرز حشو، غرزة حشو الاولى، غرزة حشو الثانية. كما تلاحظوا هنايا انا هنا عملت 7 ديال غرز حشو، يعني حبكت ب7 ديال الغرزات. ها 4 5 6، يعني حتى نعمر العمود ديالي كامل، نعمره مزيان باش يجيني واقف. 7 بهذا الشكل هذا. من بعد باش غادي نثبتو غادي نخلي غرزة حشو الموالية اللي من ورا غادي نخليها، غادي ننتقل لغرزة حشو الأخرى يعني الثانية ونعمل غرزة حشو بهذا الشكل. من بعد ما تنثبت العمل يعني في غرزة غرزة حشو، تنخدم غرزة حشو الثانية، يعني هذه سنعتبرها غرزة حشو الأولى، هذه الثانية، ونخدم الثالثة. من بعد لاحظوا غادي نرتفع بسلسلتين، 1 2، غادي نجي المكان فين خدمت اخر غرزة يعني فين ارتفعت بسلسلتين، غادي نخدم العمود الاول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث. من بعد غادي نرتفع ب4 سلسلات، 1 2 3 4. لاحظوا مزيان غادي نجي فوق على هذا العمود هذا، يعني غادي نعزل هذا العمود وحده وغادي نخدم غرزة حشو باش تكون لي
بحال غرزة بيكون في الراس ديال هاد في راس ديال هاد الضريس. ونخدم غرزة حشو الثانية كيف ما لاحظتوا في هاد الضريس هذا، يعني خدمنا هنايا 7 ديال غرز حشو، يعني غادي نبقاو مستمرين بنفس العدد 7. المهم انت بقيتي تعمري حتى تعمري هاد العمود هذا، ممكن تخدمي 6 ديال غرز حشو، 5 على حسب الحرير. كيف ما هنايا خدمت 2، دابا غادي نخدم الثالثة، غرزة حشو الثالثة ثم الرابعة، يعني تنعزل العمود بوحدو، ثم الخامسة، ستة، وآخر غرزة حشو اللي هي 7 بهذا الشكل. باش يجيني هاد الضريس واقف ضروري غادي نثبت العمل، يعني غادي نخلي غرزة حشو، غادي نخلي واحد غرزة الحبيك، يعني غادي نخلي واحد غرزة ديال الحبيك غرزة حشو، نجي لغرزة حشو موالية ونثبت العمل طبعا بغرزة حشو. هاهو الضريس. دابا غادي ننتقلو نخدمو غرزة حشو الثانية ثم الثالثة، يعني تنخدمو 3 ديال الغرز، نرتفع بسلسلتين في نفس المكان، غادي نخدم 3 ديال الأعمدة، 1 2 3، ونرتفع ب4 سلسلات بهذا الشكل. هذا غادي يجي على هذا العمود، نخدم 7 ديال غرز حشو، يعني الضريس اسهل ما يكون، يعني ودغيا كيطلع وشي حاجه مختلفه، يعني اللي شافو تيقول رندا. نثبت العمل، فغادي نخلي غرزة حشو مواليا، نجي للثانية نخدم غرزة حشو، صافي نبقى مستمرة بنفس العمل، تنحصل على الشكل هذا. نخدم مزيان، نتوما ليكم الاختيار، ممكن تخليو لي سباس ما بين كل ضريس ودريس، يعني غادي تخليو لي سباس، يعني عوض ما تخدمو 3 ديال غرز حشو ممكن تخدمو 5 ممكن تخدمو 6 على حسب الرغبة ديالكم والاختيار ديالكم. صافي نبقى مستمرة بنفس الطريقة وبنفس العمل، يعني نفس الطريقة اللي وريتكم، تنحصل على الضريس هذا، نحدو مزيان كي تيجي. تنتمنى الدرس اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش التطبيقات، ما تنساوش ترسلوا لي التطبيقات على الصفحة الخاصة بالفيسبوك. وكما العادة وفي نهاية كل فيديو سنقول لكم ما تنسوش تدعموا القناة بوضع لايك، تعليق وأيضا الاشتراك. كانت معكم أم سعد عبد الله.